السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مجازر مستمرة ضد المتظاهرين في العراق. لم يمضي يوم دون أن تتلطخ يد حكومات ما بعد الاحتلال بدماء العراقيين، حيث كان نهج القمع والقتل هو السائد لدى حكام المنطقة الخضراء باختلاف أسمائهم. فخلال الأسبوع الماضي ارتكبت الميليشيات بمساعدة القوات الحكومية مجزرة في ساحة الخلاني وسط جسر السنك في بغداد، وأوقعت حتى اللحظة 74 شهيدا وعددا كبيرا من الجرحى وكذلك مخطوفين. هذه المجزرة جاءت في وقت تتصارع فيه الأحزاب فيما بينها وتسعى لتنصيب رئيس وزراء محسوب على أحدها، وكذلك تعديل قانون الانتخابات، دون اكتراث للدماء التي سالت وتسيل في شوارع المدن العراقية، ومخالفة بذلك الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع المتظاهرين السلميين. نطرح هنا مشاهدينا الكرام بعض التساؤلات: ما الذي تسعى إليه الميليشيات في ظل القتل المستمر للمتظاهرين السلميين؟ ولماذا تعجز القوات الحكومية عن حماية المتظاهرين وتكتفي بمشاهدة الميليشيات وهي تقتل وتخطف الشباب؟ ألا تثبت الأحداث المتتالية في العراق تورط حكومات الاحتلال الأمريكي الإيراني في كل الجرائم التي حدثت وتحدث في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، التي بإمكانكم أن تشاركونا من خلالها عن طريق الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لكم من أجل أن تشاركونا بآرائكم عن طريق إرسال الرسائل النصية. فاصل ونعود. لكل يصعد كل هارك وطن الأخار بات شبع بات شجاع بأخار بخاف لا على الأحزاب الفاسدة ولا على كل الأخار ولا على الجهب يقتلوه يقتلوه له مية ألف بات شجاع بأخار بات شجاع بأخار دم غير حجر والله مشاهدينا الكرام، إذن ارتفع عدد ضحايا مجزرة السنك في بغداد إلى 74 شهيدا ومئات الجرحى، وكذلك عدد غير معروف من المخطوفين. هذه الإحصائية هي إحصائية حديثة لما حدث من مجزرة يوم الجمعة الماضي في ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد. طبعا أعداد المصابين كبيرة وهناك حالات خطيرة جدا، وبالتالي أعداد الشهداء قابل للارتفاع. طبعا نتمنى السلامة لجميع المصابين ولجميع المتظاهرين، لكن واقع الحال يقول بأن الأعداد قابلة للزيادة. حتى اللحظة العدد ارتفع إلى 74 شهيدا، وهو كما قلت قبل قليل قابل للزيادة. طبعا المصادر الصحفية تفيد أن 36 متظاهرا ألقاهم مسلحو الميليشيات من جراج السنك، بينما استشهد في وقت المجزرة التي استمرت ما يقرب من 4 ساعات 22 متظاهرا، واستشهد لاحقا 16 متظاهرا آخرين متأثرين بجراحهم. في هذا الوقت تقف القوات الحكومية والميليشيات متفرجة، تقف القوات الحكومية عفوا متفرجة على الميليشيات وهي تقتل وتذبح بالعراقيين، وكذلك هي متواطئة فيما يحدث من جرائم قتل واغتيالات تنفذ ضد المتظاهرين. السلطة الحاكمة تتصارع فيما بينها من أجل منصب رئاسة الوزراء، ومن الذي سيشغل هذه المنصب؟ أشخاص مرشحة متهمة بكثير من الاتهامات، وجولات أو جلسات برلمانية تعقد من أجل مناقشة قانون الانتخابات في الوقت الذي يقول فيه الشارع العراقي كلا لهذه الأحزاب، ويسعى لإسقاط النظام منذ اليوم الأول الذي خرج به في تشرين الأول. لماذا تستمر هذه السلطة بعنادها ورفضها أن تتخلى عن المناصب وتترك الشعب لكي يحكم نفسه بنفسه، وهو الذي يرشح الشخص التكنوقراط الذي يقتنع به، الشخص الوطني الذي قادر أو يستطيع أن يدير هذه أو يدير هذا البلد بالشكل الصحيح؟ لماذا تصر الدولة أو لماذا تصر هذه السلطة أو هذه الأحزاب على الاستمرار بنهج القمع وتسليط الميليشيات وإخراج فرق الموت الآن من جديد لتقتل بالعراقيين
تستهدف الناشطين المدنيين في المظاهرات وتسبب هذا الكم الكبير من الدماء التي تسيل، هذه المجازر المتتالية التي نراها في كل محافظة عراقية. لماذا الإصرار على البقاء في البلد الذي يرفضه الشعب، يرفض هذه الأحزاب ويرفض وجودها ويرفض التدخل الإيراني ويرفض التدخل الأمريكي ويرفض وجود فكرة دولة تديرها ميليشيات، دولة تديرها إيران، دولة يديرها قاسم سليماني؟ هذه النماذج التي جاءت مع الاحتلال هي مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل المجتمع، فنسأل دائما ونطرح هذا السؤال: لماذا تصر هذه العصابة أو هذه الأحزاب على البقاء في السلطة متمسكة بها غير مكترثة بالأصوات التي تخرج رافضة لهذا الوجود؟ كذلك مشاهدينا الكرام، نتساءل عن الموقف الدولي الذي يشاهد الدماء العراقية وهي تسيل ويكتفي بالتنديد والاستنكار وبيانات إدانة. ما قيمة هذه البيانات وما تأثيرها على الواقع في العراق الآن، على هذه الميليشيات، على المجازر التي ترتكب، على الشباب العراقي الذي يستشهد أو يستشهد في ساحات التظاهر على يد ميليشيات وقوات حكومية؟ هل يكفي الإدانة الدولية وهل تكفي المناشدات أو الاستنكار والاستهجان بإيقاف نزيف الدم العراقي الذي يحدث الآن داخل الساحات في كافة المحافظات العراقية التي تشهد تظاهر؟ طبعا مشاهدينا، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بعد المجزرة مباشرة خرجت ببيان ذكرت فيه أن ما جاء في مساء الجمعة هي مجزرة حقيقية ضد المعتصمين السلميين الذين خرجوا لاسترجاع وطنهم من فاسدي المنطقة الخضراء. أضاف البيان كذلك أن الميليشيات بدر والخراساني والعصائب وحزب الله والنجباء المرتبطة بإيران وبتواطؤ الأجهزة الأمنية الحكومية قامت بهجوم غادر على المعتصمين في ساحة الخلاني والجسر السنك، وأكدت أن عناصر الميليشيات المجرمة كما وصفها التقرير قامت بعمليات إعدام مباشرة في محاولة فاشلة للسيطرة على بناية مرآب السنك. كذلك أشارت اللجنة إلى أن الميليشيات المجرمة أحرقت البناية عندما عجزت عن السيطرة عليها بعد أن تصدى لها المعتصمون بصدور عارية، لافتة إلى أن التخطيط للمجزرة تم بعناية وبتنسيق من قادة الميليشيات والحكومة وأحزابها الفاسدة وبإشراف المجرم قاسم سليماني. وكذلك ذكر في البيان أن اللجنة نوهت إلى أنه بفشل خطة الميليشيات الخبيثة وصلت مجموعات من التيار الصدري وأخرى تحمل صور المرجع السيستاني بادعاء حماية الثوار لتضيف دليلا آخر على اشتراك أحزاب السلطة بالمؤامرة القذرة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه كان على المرجعية في النجف أن تعلن وقوفها صراحة مع المتظاهرين السلميين وتدين حكومة المحاصصة الطائفية. التحليلات التي جاءت عقب المجزرة وقضية انتشار مسلحين تابعين لمقتدى الصدر أيضا ضمن ميليشياته هو أيضا أثار الجدل والشكوك حول وجود مؤامرة ومخطط من أجل تبييض صورة مقتدى الصدر أو تجميل هذه الصورة وصورة مرجعية النجف كذلك، لأنها ستكون بالنسبة للرأي العام ستكون هي الحامي الذي تدخل من أجل إيقاف المجزرة، وتكون الجهة الأخرى جهة الميليشيات هي الجهة المجرمة. لكن في النهاية أي دولة تسمى دولة في العالم تقبل بوجود ميليشيات فيها؟ تقبل بأن يكون شخص مثل الصدر أو غير الصدر لديه مجموعات مسلحة تحمل السلاح خارج إطار الدولة، مهما كان مقتدى الصدر أن يتدخل في هذا الموقف حتى لو كان هذا الموضوع صحيح؟ هل هذه دولة أصلا تسعى أو تقبل أو ترضى على نفسها أن تسمى دولة، ترضى بوجود ميليشيات وجماعات مسلحة تحمل السلاح خارج إطار القانون والدولة؟ هذه ليست دولة مشاهدينا الكرام، هذه فوضى، هذه دولة تحكم عن طريق عصابات وميليشيات كما يصفها المتظاهرون. من معنا الآن؟ السيد أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خاصة لك أستاذ محمد ولا قناة الرافدين. حياك الله أبو طه، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، هاي مو بس قولة، إحنا بالعراق ما عندنا دولة. نعم. عندنا ميليشيات هي اللي قاعد تقتل المتظاهرين. نعم. ويطلع لك
امام الشعب وامام العالم كله وامام الفضائيات يستنكر، وهو القائم هاي الافعال. نعم. الميليشيات قاعد تقتل المتظاهرين ويطلع يقول لك احنا نحمي المتظاهرين. هم بنفس الوقت هم اللي يقتلون المتظاهرين. زين؟ باوامر من اسيادهم. من نعم. حاتم سليماني وغيره وغيره وغيره. زين؟ يعني متظاهر سلمي طالع شايل العلم العراقي طالب بابسط حقوقه. نعم. زين تطلبوا له بالليل. زين؟ وظل المعركة 7 ساعات. ويا راس شلون طبت بالضبط وين الاجهزه الامنيه والقوات الحكوميه اللي مسؤوله عن تامين المناطق اللي يوجد بها المتظاهر السلمي؟ ليش ما تدخلت؟ ليش تركت ميليشيات تدخل بسلاح تغتال الكثير من المدنيين؟ الان الشهداء عددهم ارتفع الى 74 يا ابو طه. اي هو هذا المثل اللي نقول عليه حاميه حراميها. هم قدام العالم يقول لك احنا نحمي المتظاهرين، وبالليل هم يقتلون المتظاهرين. نعم. زين يعني هاي باي دوله هاي؟ يعني السودان من صارت عندها انتفاضه زين يعني نعم. راحوا له كم شهيد، الحكومه كلها استقالت. هسه احنا عندنا الجرحى بالالاف والشهداء نعم. الله يرحمهم عبروا 500 شهيد. اكثر اكثر يا ابو طه. والدوله قاعده لحد الان زين يعني تصفية أعمال، شنو تصفية أعمال؟ احنا عندنا احنا زين هاي بلد هذا العراق معروف بتاريخه وحضاراته زين، شنو إيران تتدخل بيه وفلان يتدخل بيه وفلان يخلي رئيس وزراء؟ احنا إذا نريد نأسس دولة بمعنى الكلمة نبعد رجال الدين عن السياسة ينجح عندنا الحكم بالعراق. وإذا خلينا رجال الدين هي تتحكم بالحكومة بالعراق ستكون قائمة. نعم أبو طه أنا أشكرك. أشكرك كنت معنا من بغداد. معنا السيد عثمان من أمريكا، تفضل يا عثمان. السلام عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. طبعا أنا دائما أحب أشارك بالبرنامج ومتابع دائم يعني من زمن طويل. متشرف بك، تفضل. مبارك بك، إنه شرف، لأن أنت صراحة قناة الحق، صوت الحق. الله يسلمك. الحمد لله. يعني طبعا العالم الناس كلها بالعراق بعد ما صار بلشت تعرف كل الظلم اللي وقع عليهم. وأنا دائما أقول كل الشعب العراقي بكامل أطيافه شرب من نفس الكأس المرة التي سقتنا اياها هذه الحكومه هي وميليشياتها. نفس الاساليب قبل طلعوا اهل الغربيه وصلاح الدين. نعم. وكانوا واقفين لمده سنه كامله. شوف يعني المتظاهرين الان لا يعتقدون ان هم يعني وقفوا شهرين انه خلاص، سنه كامله اهل مناطق صلاح الدين والغربيه وتم القضاء عليهم بالضرب. نعم. والعنف والقمع والخطف. لكن اليوم اختلف الامر. اليوم اكو تكاتف فيحتاجون الى صمود اكثر. نعم. لكن القضيه المعيبه فقط وهي يعني بصراحه يعني خطا كبير يجب ان ينتبه عليه المتظاهرون انه اصحاب القبعات الزرقاء ما يسمى اصحاب القبعات الزرقاء. نعم. يعني هذا مثل السرطان في جسد الثوره. شلون؟ فانا بصراحه انا اقول لك شلون. انا عندي على صفحتي شاعر. اوكي هذا الشاعر كان قبل فتره قبل اسبوع تقريبا يعني قبل ما يبلشون اختطاف الناشطين وقتلهم كان عنده منشورات حديثه ولقاءات على الشرقيه عندي اسمه لكن ما احب اقول ولقاءات على الشرقيه ومع المتظاهرين. نعم. تروح حتى على الصفحه مالته شالهم كلهم هاي ما كل المنشورات مالته. نعم. حتى قبل اكتوبر منشورات ما قبل اكتوبر فقط هي ما تبقت وطلع ومبقي فقط لقاء هو يمدح بالصدريين. اوكي؟ هذا دليل على انه هو كان عنده علم بان راح يكون هناك عمليات اختطاف وقتل حتى لا يقولون ليش انت ما اغتالوك فشيل انت من صفحتك او تهدد الله اعلم. ما اريد اقول انه هو متآمر لكن انا ارى بعض التعليقات ما تدل على ما اريد يعني صراحه احرف الموضوع لكن هو هذا صراحه
صلب الموضوع. يعني هو هذا صلب الموضوع. يعني انت تتحدث عن وجود نظرية مؤامرة تحاك من اجل تجميل صورة طرف معين على حساب طرف اخر وادخال او ركوب موجة المظاهرات. 100% مثل ما فعل سنة 2017 لما دخلوا اخذوا المنطقة الخضراء دخلوا بها جوا حققوا مكاسبهم السياسية، بعدين قالوا المتظاهرين يلا ارجعوا. من استفاد؟ غير اللي عندهم يعني صراحة سائرون وغيرها. أخي الموجة هذه الموجة قد تم ركوبها، لكن لا زال في نفس. يعني يجب إنقاذ الثورة، يجب توعية الناس، يجب كثرة النشر أنه إذا أنت كنت مواطن عراقي حقيقي تريد أن تتظاهر يا أخي اخلع ما يميزك عن الناس، وإذا ما عجبك يا أخي اترك المظاهرة. ما حد رايدك. سيد عثمان نؤكد طبعا أشكرك للمشاركة، نؤكد لك وللمشاهدين الكرام مما يأتينا من كأقل شيء يذكر مما يأتينا من ساحات التظاهر أن هذه المظاهرات ثورة تشرين لم تركب، لم يستطع أحد أن يركبها، أن يركب موجة التظاهرات، أن يقود هذه المظاهرة سوى المتظاهرون، مقتدى الصدر أو غيره من حاولوا، وحتى مرجعية النجف ربما حاولوا أن يلاطفوا المتظاهرين، لكن المتظاهرون واعون لحقيقة الأشخاص والأشياء الموجودة الآن في العراق، وهم على علم ويقين بطبيعة الشخص هذا إن جاء ودخل في المظاهرات، وبالتالي هم يعلمون مدى خطورة أن يتدخل طرف شارك هذه السلطة وشارك هذه الأحزاب الحكم والفساد منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، أن يدخل في ثورة مميزة عن بقية المظاهرات التي خرجت في العراق ويتدخل فيها. ما الذي يمكن أن يسبب للمتظاهرين من أذى، وما الذي يمكن أن يسببه للثورة بشكل عام؟ وبالتالي هذا الموضوع واضح، والبيانات القادمة من اللجان المنظمة للمظاهرات لثورة تشرين كافية لتثبت أن هذه المظاهرة تقاد من المتظاهرين فقط. أبو علي من البصرة تفضل. أبو علي أبو علي حياك الله تفضل. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا حياك الله. شلونكم زينين؟ الله يسلمك. الرحمة لشهدائنا. نعم. والشفاء لجرحانا إن شاء الله. إن شاء الله. أي والله أنا أحكي لك كلقة عامية من أهل البصرة يعني. أبو والله علي أحكي مثل ما تحب. إي يعني كلقتي هاي العامية من أهل البصرة، يعني لا تواخذني بلغتي ولا نتشرف بيها ونتشرف باللهجة العراقية، واحكي مثل ما تحب. أنت 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 الشرف. الله يسلمك محمد. الله يسلمك. والله أنا أحكي لك عن وضعنا هاي، عن حكومتنا هاي التعبانة، وعن اللي هذا الخناص اللي ما يدرون بيه اللي يضرب. نعم. واللي خلنا خدمك استاذ محمد. تفضل. واللي يضرب هذول المظاهرين ولا هاي، احنا وين استخباراتنا؟ وين انتوا ايش ما ادريكم؟ كل شيء ما تدرون، انت شلون حكومه؟ شلون امين؟ شلون؟ نعم. يعني شلون ما تدري الناس اللي يضرب؟ نعم. تتوقع ليش الحكومه او ليش القوات الحكوميه يا ابو علي تتفرج على الميليشيات وهي تقتل بالناس؟ يعني مجزره الخلاني بمجزره السنك اللي صارت ببغداد 74 شهيد يا ابو علي، ومعقوله ميليشيات الطب بالسيارات تقتل الناس وتطلع وماكو قوات حكوميه تتدخل تحمي الناس تحمي الشباب؟ هي الاستفادة، لأن شنو دعمها؟ خلنا خدمك استاذ محمد. تفضل. دعمها كله من ايران. ايران هي المشكلة الوحيدة عندنا هنا. هنا مشكلتنا ايران. ايران ايران البلاء الأكبر. واحنا شنو استاذ محمد؟ نعم. ايران البلاء الأكبر. ومرجعيتنا لا تقول لي انت مرجعيه، احنا مرجعيتنا
صفر صفر. ما عندنا مرجعية هنا تنطق بالحق، ما عندنا لا عندنا مرجعية ولا عندنا عمايم. كلهم هاي عمايم، هاي عمايم كلهم مقلدة وكلهم، ما عندنا عمايم تنطق بالحق أستاذ محمد. نعم. أي أبو علي، يعني خلينا نحكي شوية على قضية المرجعية والعمايم اللي حضرتك تفضلت بها. مو المفروض دورهم يكون مناصرة المظلوم؟ مو هم دائما يحكون بالمنابر أنه هم مع المظلوم؟ طيب اللي بالشارع الآن مو مظلوم؟ المتظاهر الآن مو طالع على ظلم، طالع على غبن، طالع على سلب حق من حكومة وأحزاب وميليشيات؟ ليش تسكت هاي المرجعية وليش تسكت وليش يسكت المعمم اللي يتفرج وهرى الناس صدع رؤوسهم بالمنبر كل جمعة يتكلم على الفضيلة، يتكلم على الأخلاق المثلى، يتكلم على نصرة الحق على الظلم؟ طيب ليش ساكتين لما يجي الجد، لما يجي وقت الحقيقة والتدخل يسكتون؟ أستاذ محمد خلنا خدمك. تفضل. هو خلي تسمع هالقناة هي على راسي، خلت راسي جديد. سلم راسك. أستاذ محمد هاي المرجعية المستفادة. المستفادة من الحكومة ودعمها لإيران. أهم شيء دعمها لإيران، أسيادهم وإيرانيين. شنو المرجعية؟ المرجعية أسياد خامنئي ولعنت الله على كل من أيد خامنئي. هاي مرجعيتنا احنا ما عندنا مرجعية. نعم. مرجعيتنا لإيران. هاي مرجعيتنا. نعم. أبو علي أنا أشكرك، كنت معنا من البصرة، شكرا لك للمشاركة معنا. السيدة أم مريم من بغداد، تفضل يا أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الشرف قناتكم وإلنا الفخر أنه أنتم موجودون، يعني تدافعون عن الحق. الله يسلمك، حياك الله. زين، يعني هذه الجرائم اللي تصير الكل ساكت عنها، الكل. نعم. يعني الله أكبر عليهم، ما حد يحكي، ما حد يقول. وين منظمات حقوق الإنسان؟ وين الدول؟ وين اللي هم جابوهم دخلوهم إنه؟ حرام عليهم، الله أكبر. شنو هالسكوت؟ نعم. يعني هاي هيك الشباب تتقتل، عينك بعز النهار بالليل يجوهم، شنو هذه؟ وين؟ المن بعد الناشد احنا؟ المن الناشد؟ الله أكبر عليهم، المن الناشد؟ هاي بعز الشباب يعني عمرهم بعمر الزهور، امهم تكبرهم وتجيبهم وتتعب عليهم، يروحون عن حاضر جوا التراب؟ ليش؟ نعم. شنو ذنبهم؟ الاطفال اللي كتمت، النساء اللي ترملت، الاب اللي خسر ابنه، مقتدى دخل. نعم. جماعته قسمهم ثلاث اقسام. ليش مقتدى من صارت المجازر بالنجف؟ النجف اقرب اليه لو بغداد. ليش مو طلعوا لهم بعز النهار والكل شاهد زين؟ نعم. بالسيوف وبالسلاح، ليش ما حماهم؟ ليش يعني مو قسم جماعته ثلاث اقسام؟ القسم الاول حمايه المتظاهرين، القسم الثاني هجم على المتظاهرين، القسم الثالث الجيوش الالكترونيه حرقوا الفيس عليهم، حرق بعد ما صاير شيء وحرقوهم. نعم. اللي وين هالسكوت؟ اللي وين الحد ما يخصهم؟ يعني تتوقعين انه هاي لعبه، المجازر اللي تصير لعبه حتى تسوي؟ يا اخويا اكيد لعبنا يعني. نعم. حرام حرام، هذا دم الله من فوق، حرم سفك الدماء الله من فوق، يعني حرام. يا شباب لا تروح، والله حرام. لا اله الا الله، والله الكريم، يعني دا نفسي دم عليهم. ادي وين هذا السكوت؟ ادي وين هذا السكوت؟ ليش؟ لا حول ولا قوة يا اخوي، قلوبنا والله محترقة عليهم، قلوبنا محترقة عليهم. نعم. هم ولدنا وهم اخواننا وهم كل شيء بالنسبه لنا. شنو اللي رادوا؟ لكودر رادوا وطن؟ لكودر رادوا وطن؟ هيك راحوا جوا التراب؟ ليش؟
أريد أسأل سؤال، أريد أحلفهم كلهم اللي يسمعون، قد يوم سمعوا واحد من ولد المسؤولين مقتول؟ لا. قد يوم طلعت وحدة من عندهم محتاجة ما عندها؟ لا، باقوا ثرواتنا، نهبوا نفطنا، نهبوا ولدنا، اختفوا نسانا. نعم. بعد اللي وين يردون يوصلون بينا؟ اللي وين؟ كافي سكوت. الأمم المتحدة ايش رايح لها؟ أمريكا ايش رايح لها؟ بس مجرد تكتب وثائق وهذا هو. نعم. إذا على المرجعية الدينية ماكو مرجعية دينية ولا اكو إسلام، لو اكو إسلام كان ما وقعت قطرة دم من هذول الشباب. نعم. ما صار الدين، الدين صار توحد الأمة الإسلامية وماكو سكف يعني، والدماء وين؟ أشو هم يبطون الجمعة المرجعية؟ الصيف مجازر وين؟ نعم. أم مريم أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد، شكرا لك للمشاركة. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. أبو فيصل حياك الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، كل الهلا. تحية لك وتحية لقناة الرازين، تحية الكادر والغناء. حياك الله. تحية للمنتظرين، تحية تقدير واعتزاز بالشعب العراقي البطل. نعم. ونطالب من المجتمع الدولي للتدخل لحماية الشعب لما يتعرضه العراق من جرائم على يد عصابات إيران المجرمة. وبالنسبة للمرجعية، فالمرجعية هي تابعة لحرس الثوري الإيراني، لا يوجد مرجعية هذه معروفة تابع لرامز فلد وزير الدفاع، هي لا يوجد اصلا بالعراق البلد. ونحيي الشعب العراقي، والنصر قريب ان شاء الله بسواعد ابناء العراق الغياره، ونحيي المحافظات كلها الباسل. ولا تنظام بغداد والإغار والمحافظات كلها موجوده على، وان شاء الله النصر قريب وتحيي ويعيش العراق. شكرا جزيلا يا ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. ابو سلام من الناصريه، تفضل يا ابو سلام. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونكم؟ شلون صح؟ الله يسلمك. الله حيا قناتكم الكريمة. احنا اكو مقامرة من الأحزاب الفاسدة ومسنودة، مسنودة 100% من المرجعية، مرجعيتنا. نعم. وعندي هواية أدلة أن الأحزاب الفاسدة هي تريد تدمر العراق بالاساس، وبالذات الاحزاب الشيعيه. هم محسوبين شيعه ومحسوبه الحكومه شيعيه، بس هي الشيعه براء من عندها. وحتى حتى حتى السياسيين السنه هم براء منهم، هم مو سياسيين. صحيح صحيح. عندنا الاسباب هوايه، مثلا تجي على الحكومه اللي يعتبر شيعيه، انت ابسط شيء، هي هوايه كلها اخطاء، كلها اخطاء. بس ابسط شيء انا هسه اعطيك فالدليل بان هم ناس باطلين وبعيده عنهم، لا شيء يعني الكفر افضل من عندهم. امامنا العسكريين نعم صار لهم اشقد ما بانينهم. نعم. يعني فعلا شيعه، ولو اكو مرجعيه رشيده مثل ما يقولون رتبت لي شيء. والاماميين العسكريين وين كانوا؟ من كان حاميهم غير هم بتامره وسامره؟ مو اخوتنا هم؟ نعم. وكنا نروح وندور وهذه احتيادي، ليش حطوا صبات؟ ها؟ وسجلوها عن المدينه وخلوا داير ما دايرها النفايات. هي هذه الحكومه الفاسده الشيعيه محسوبه علينا شيعه؟ فيا محمد انا وصيه كل شعبنا العراقي، هذه مو حكومه، حكومه ومو شيعيه ولا حتى سنيه، ناس مرتزقه مبعوثه من ايران وغير ايران للمكاسب يرتبون اوضاعهم ويطلعون. بس الحمد لله والشكر نوعها، وبالذات شبابنا، يعني شبابنا ما مر عليهم لا صدام ولا غيره، وعوا اول ما نبدأ الطائفيه واحنا مرجعيتنا تشد لنا الجمعه شادت لنا هذه، وجاي تناغي للاحزاب الفاسده، جاي يصير عندك قتل، جاي تشيل دماء. اين دورك المرجعيه؟ اين دورك ببناء المراقد؟ حتى استاذ محمد، حتى نصر وكربلاء، تدري ايش سووا بنجب وكربلاء؟ اشتروا الداير ما وسعوا ولا سووا خدمات للامام، وانما خدمات لهم.
كل مكاتب ارتكبوا مجازر في كربلاء والنجف ولم تتحرك المرجعية يا أبو سلام. ارتكبوا مجازر بكربلاء والنجف. لا لا، المرجعية اللي يديها والصافي عندهم مصالح ويصعدون سيارات فاخرة وما تعترفون. أنا رب في سوت عملية مع الولادة الله وكيله قسما بالقرآن. تفاجئنا وتروح لأي ب 500 ب 400 يسوونها. أبو سلام، أنا أشكرك لي المشاركة، وضحت الفكرة، شكرا لك. من الناصرية سيدة نجلاء من كركوك، تفضلي. سيدة نجلاء، نجلاء من كركوك، فقدنا الاتصال معها. طيب، نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام سريعا بما ورد على خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لكم. لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: من يقتل المتظاهرين العزل أمام أجهزة الدولة هم أجهزة القمع الميليشيات في ساحات التظاهر، وكثير شباب تعرضوا للقمع بقنابل الغاز المسيل والرصاص الحي، وهناك مقاطع والشهود يؤكدون ذلك. زياد العزاوي من هولندا يقول: السلام عليكم، تحية لكم ولقناتكم الوطنية صوت الحق، وألف تحية لثورة وثوار تشرين المجيدة، والرحمة لشهدائها الأبطال والشفاء لجرحاهم وفك أسر المختطفين، وألف لعنة على أعدائهم من عمائم وعقل وأحزاب وميليشيات فارسية مجوسية، ونصر قريب بإذن الله. رسالة تقول: أخي اللي أنا عندي مقطع للميليشيات مروع. مشاهدينا الكرام، من لديه مقطع مصور، هناك خدمة أنت ترى تقدمها قناة الرافدين، موجودة على الموقع الرسمي الرافدين.org. هناك هذه الخدمة موجودة، وكذلك على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لقناة الرافدين بإمكانك أن ترسل هذا المقطع. أي مقطع لديك مهم يعرض على الشاشة إن شاء الله سيعرض إن كان ذا محتوى مهم، وكذلك حصري أكيد يعني بالطبع سيكون مفيد جدا لعرض الحقائق الموجودة في الشارع. أرسل ما لديك أخي العزيز. السيدة نجلاء من كركوك عادت مرة أخرى، تفضلي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ الله يقويك، الله يحييك إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضلي. والله أستاذ أنا من محافظة كركوك، ودائما أبوع على التلفزيون من صارت المظاهرات لهذا اليوم. احنا نباوع 24 ساعة نباوع ونتمنى بغداد، بس احنا بنات ما بيدينا شيء، احنا لا وظيفة، احنا 6 أخوات والله العظيم، ابويا رجال كبير، احنا مو طالبات، مبطلة من وراء الظروف، و24 ساعة ندعي عن الحكومة ان شاء الله هم يباعون على التلفزيون، ولو هم ما يباعون حايرين بغير شيء، ما حايرين بينا ان شاء الله يسمعونا. وكل اسم هنا كراد وعرب، احنا هنا وتركمان 24 ساعة من جوارينا من جرايبنا من مسابقنا كراد، ليل ونهار احنا نحكي وندعي. نعم. ان شاء الله رب العالمين يجي يوم من الايام يستجاب دعانا. يعني احنا جهال صغار والله، من نباوع بالتلفزيون يعني انه يجي في روحنا تفرفع، زين هم ما ينقهرون على العالم والله استاذ، والله وحدتنا تمرض ما نقدر نروح للدكتور، يعني هم ما يحسون، يعني ما يشوفون عالم، ما يشوفون بالتلفزيون، ما يشوفون عالم تخابر، ما يشوفون نسوان تطلع بالتلفزيون. انا البارحه اتصلت وما حصلت. نعم. ودزيت مسجات وهمين، يعني الوقت فات والحمد لله والشكر اليوم حصلت، بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، ان شاء الله جهالهم يجي يوم من الايام يتمرضون قدامهم وما يقدرون يسوونهم شيء، مثل ما احنا هيك متدمرين، ولدنا متدمرين، بناتنا متدمرات، مشاكل، ها مرضى، كل شيء يصير فينا، والله ندعي وحق هذا الله ندعي ونقول يا رب العالمين لا تسوي مرض مو زين فينا، لان احنا مرض بسيط ما نقدر نعالجه. هم حايرين، ولدوا بسيارات وسفر، احنا بابي شوش ما نقدر نوصل، كم دوب؟ يعني كم دوب؟ لا اللي بنيه مرتاحه، لا اللي من الزوجه، ليش احنا 6 بنات ولا وحده من عندنا طالبه ولا وحده من عندنا موظفه؟ نشوف البنات متحصر، اخوان عندي 3 ولا واحد موظف، زين ولا واحد بالدوام، ما نقدر، هم ما يشوفون العالم ما يحسون، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم.
نجلاء شكرا جزيلا للمشاركة وكان الله بعونكم. مأساة طبعا. الكلام اللي ذكرته السيدة نجلاء هي قشور وما خفي أعظم من حقائق ومعاناة يعيشها وتعيشها أسر عراقية كثيرة بسبب حكومات وأحزاب فاسدة فتحت المجال لميليشيات ودول خارجية أن تتدخل وتدمر وتسرق هذا البلد. شباب وبنات في العراق خريجين ربما يعني طلبة فقدوا الفرصة في إكمال التعليم وفقدوا الفرصة في التعيين بسبب المحاصصة والتحزب والرشاوة والمحسوبية والطائفية وغيرها 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 من أسباب كثيرة حرمت فئات كثيرة من المجتمع من فئة الشباب وغيرها من إكمال التعليم أو الحصول على فرصة عمل وإعالة الأسر بشكل صحيح في بلد من أغنى بلدان العالم. من أغنى بلدان العالم للأسف عندنا هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل وعدد كبير من الفقراء تحت خط الفقر تحديدا. طيب نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع الآن إلى السيد علي من بغداد. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي الكريم؟ أهلا وسهلا علي. والله بالنسبة لهاي الأوضاع مثل ما نقول قاعدة بالمحافظات، يعني إحنا يعني مقرين على هاي الناس قاعد ودم بارد ينكتلون. نعم. أي مثل ما نقول يعني أبويك أحزاب معروفة يعني. نعم. زين يعني بين يعني والحكومة تقول الطرف الثالث، يعني منين الطرف هذا؟ أريد نعرف هذا البشر هذا قاعد يجاعب حقه يعني، زين هو طالع يعني قاعد يجاعب حقه الشرع مثل ما يقول. يعني حكومة تعرفك وطرف ثالث وما تعرف توقف الطرف الثالث عند حده، ما تعرف تحمي الناس، هي تعرفك وطرف ثالث بس ما تعرف تحمي الناس. يعني ما اي طالب زين هاي احنا الى متى؟ يعني انا نحكي لك عن قبل فتره عندنا واحد من اقاربنا انت كتاب عمره 14 سنه والله زين، وهذا يعني مثل ما يقول اخر العنقود ما في. نعم. ليش يعني ليش؟ يعني شاب طالع هو طالب مال لما يقول طالع يدور حقوقه، يعني يريد هو 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 لو ما ضاقت الحياه وضاقت الدنيا يطلع يظهر يبقى صحيح وبالحر مثل ما يقول يعني وعايب اهله، وبالتالي امه صار فيها جلطه او من جلطه خطيه من وراء ليش يعني يا عاد؟ لا اله الا الله. والله يعني واداعي ذول السجناء الحكومة المظلومين بالسجن الأبرياء هاي الحكام حاكم القاضي يعني قصدي يروح يعني شخص تعارك هو وجيرانه، هذا جيرانه بالدولة رأسا يشتكي عليه أربع أرهاب 15 سنة 20 سنة وهي عركة بسيطة يعني أخي، يعني حكومة ما يعني ما هي كل دور يعني حكومة يعني سيطر الأحزاب عليها كلش يعني إلا ما تعني إيش نبقى اريد الحكومه يعني صح هو استقال رئيس الحكومه سريع قليل. نعم
علي يعني أشكرك، كنت معنا من بغداد، معنا السيد علي من الجزائر، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لقناة الرافدين البطلة التي ثبتت على الحق، وتحياتي لشعب العراق العظيم. حياكم الله. حياك الله أخي الكريم، نحن نتألم جدا بهذا البلد الجريح الذي عشنا بطولاته منذ أن كنا أطفالا من سنة 80 حتى الآن، ونحن نعيش أخبار العراق بكل تفاصيلها. مع الأسف الشديد بعد الاحتلال قطعت هذه العصابات الروابط العربية التي كانت تربطنا بالعراق، وهجرت إخواننا من هناك، وهجرت حتى العراقيين فيما بعد، وقتلت العراقيين وقطعت أرحامهم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعود العراق كما كان، شامخا بطلا قويا إن شاء الله. ومآسي العراق من الشرق طبعا، مآسي العراق، والحمد لله أبناء المحافظات جميعا خاصة الشباب الذين كانوا أطفالا أيام الاحتلال اتضحت لديهم الرؤية الآن، وأصبحوا يعرفون بما لا يضع مجالا للشك أن إيران هي وأدواتها في العراق وفي كل المنطقة هي سبب المآسي. ونحن على ثقة وعلى يقين بأن العراق إن شاء الله قريبا سيعود كما كان وأحسن إن شاء الله. علي، سيد علي أشكرك، كنت معنا من الجزائر. شكرا لك. معنا سيد سمير من كركوك. سمير تفضل. سمير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أدعي على الحكومة، أدعي على الحكومة، الله ينتقم من عزوم، الله ينتقم من عزوم، وعلى المرجعية الله ينتقم من عزوم، الله ينتقم من عزوم على هالشباب الراحل، على هال يعني ما ندري ايش يريدون. هسه 16 سنة ما شبعتوا، مو كافي، مو كافي، الله ينتقم من عزوم. سيد سمير أشكرك للمشاركة. طيب يوسف من الناصرية، أنا أود أيضا أن نقرأ الرسائل. يوسف تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شلونك أخي عزيز؟ حياك الله سيد يوسف، أهلا وسهلا. أنتوا على راس التواي قناتكم وجهدكم يعني ما مقصرين أبد. الله يسلمك. وأنتوا رفعتوا راسنا يعني إحنا العراقيين. صوتك ما يطلع، ما يظهر. أسمعك يوسف. أخي محمد، هذول اللي جاي يقتلون المتظاهرين. طبعا أنا واحد الإخوان اثنين. الله يرحمهم. قدامي قتلوا يعني، وإحنا متظاهرين، والله يعني ما نطلع إلا يطلعون هذول الفاسدين. الشعب العراقي بالكامل، وإحنا باقين لآخر نفس. تأثر عليكم هاي الميليشيات اللي تقتال وتقتل الشباب؟ اللي حد الآن هم يعني هذول، واللي يدزهم هم راح أنا أسمع العراقيين بالكامل. تأثر عليكم؟ تأثر على معنوياتكم؟ لا أدري، والله باقين ولا آخر نفس، وما مأثر علينا بكل شيء. كل شيء ما مأثر علينا، أنا أقول لك. وحال طالعين بحق ناس أخنا. شكرا يا يوسف، شكرا يا يوسف، اشكرك، اعتذر منك، الوقت انتهى. سيد يوسف كما استمعتم فقد اثنين من اشقائه في المظاهرات، مستمر هو حتى تحقيق المطالب باسقاط النظام ورحيل هذه الطغمه الحاكمه الفاسده من الاحزاب، من الميليشيات، من هؤلاء الذين يتم التحكم بهم خارجيا، وهم مجرد أذرع وأدوات كما يصفهم العراقيون الآن بشكل عام، إن كانوا متظاهرين أو غير متظاهرين. أصبحت هذه الشخصيات وهذه الوجوه محترقة الآن، ولن مستحيل أن يرضى المجتمع بعد اليوم بأي شخص يأتي من هؤلاء، من هذه الأحزاب، مرتبط بهم، على علاقة بهم، لكي يحكم في البلد، لكي يتسلم منصب حكومي، لكي يدير أي شأن من الشؤون الموجودة في العراق. خلص، ورقة احترقت، ورقة الاحتلال. أثبت العراقيون أن هذا المشروع مشروع فاشل، ما جاء به المحتل
مجرد مشروع تخريبي تدميري دمر هذا البلد وسرق ثرواته. هذا أثبته العراقيون وأثبتته حكومات ما بعد الاحتلال كذلك بفشلها، بفسادها، بالجرائم التي ارتكبتها كما وصفها العراقيون. نقرأ رسائل سريعا فيما تبقى من وقت. السلام عليكم أخي العزيز، نطالب من قناتكم المفضلة الشعب العراقي يطالب أمم المتحدة هي المسؤول الأول على دمار العراق، نطالبهم بخروج الأحزاب والحكام بالعراق. رسالة تقول: مساء الخير قناة الرافدين العظيمة، هذول الميليشيات الفساد الفساد صايرين يخطفون المتظاهرين، ليش؟ لأن يطلبون السلمية. الله يأخذ حق الشهداء وينصر المتظاهرين. أشكر كل الكادر في الرافدين. فاتن من ألمانيا، شكرا لك. رسالة تقول: ابن ذي قارة أعتذر منك، رسالة طويلة سأختصرها. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي، القوات الأمنية هي أصلا ميليشيات عبارة عن عصابات بزي عسكري حكومي. حتى لو فرضنا أن هذا العنصر الأمني لا ينتمي للأحزاب، هو بالأصل هو وظفوه مقابل المال، يعني بفلوس، فكيف يكون وطني ويحمي شعبه ووطنه؟ رسالة تقول: السلام عليكم أخي، عندكم شلون أخي عندكم الفريق يذبح والآخر يصلخ وكلهم في كفة، لا هذا ولا ذاك، ما فهمت. رسالة تقول: أخاطب أهلنا في العراق بسنته وشيعته. طيب، يطالب أحد المشاركين يقول: نطالب برفع العلم العراقي فوق سطوح البنايات يعني حسب ما فهمت من الرسالة أنه ضد الظلم يعني. المهم، رسالة تقول: السلام عليكم، حيا الله الرافدين وكادرها، لازم الشعب كله ينتفض، الله أكبر الله أكبر عليهم. هاي الشباب برقبة هاي الشباب، الله ينتقم منكم يا الأحزاب بحق فاطمة. بحق شنو؟ طيب أوكي، فاطمة أم وسام من كربلاء. رسالة تقول: على قيادات الحراك في ساحة التظاهر أن يرشحوا أفضل خمسة يصلحون لمنصب رئيس الوزراء ولا يتركوا الترشيح للنواب أو الأحزاب الفاسدة. سليم أبو جمال الكويسي يقول، رسائل كثيرة يا سيد أبو جمال، عموما بارك الله بجهودكم، رغما عن أنوف الفرس وذيولهم الخونة سننتصر بإذن الله. طيب طبعا أعتذر من المشاهدين، رسائل ولا يزال الكثير منهم يكتب لغاية الآن، لكن الوقت انتهى. آخر رسالة تقول: السلام عليكم، غدا الجمعة، وكم جمعة ذهبت والدماء تسيل، الله أكبر، إسرائيل لا تفعل هذا بالفلسطينيين، هكذا يا ثوار، تحرروا من كل معمم واجعلوا مرجعيتكم العراق. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا، أعتذر من كل من لم أستطع قراءة رسالته في هذه الحلقة، وأشكر كل من شارك معنا، وشكرا لكم أيضا لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى اللقاء.